السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نعمل تيتوريال 5 للرصافة، وبهذا التوتوريال راح نعمل ناطحة سحاب. ف I think إنه تيتوريال 5 ناطحة سحاب في فقاعة. أوكي، فقاعة يعني كول بالأردني. So عارف نعمل مفتاح رصافة؟ فعشان نعمل جراس، عشان نعمل ناطحة سحاب أو سكاي سكريبر، يكون أسهل إذا عملنا الأشكال الهندسية من جراس هوبر مش من راينو، لأنه براينو بيكون شوي صعب نعمل فيها تلاعب، نغير ال زي الـ الأبعاد اللي فيها لهاي ال لهاي ال geometries أو الأشكال الهندسية. فإذا رحنا على tab curve اللي هي بتيجي tab 5، ونروح على primitive نختار polygon. اوكي، لاحظ اول شي لما حطينا البوليجون على الكانفاس تبعنا بالجراسهوبر انه طلعنا اشي فيها grid، وموجودة في خط ال origin او نقطة الاصل اللي هو كان سين الصاد فيها صفر. فا اوكي، هلا هاي بتيجي باي ديفولت انها موجودة في نقطة الأصل، بس إذا بدنا مثلا هاي ما تكون نقطة الأصل، ناخد نسخة منها عشان نعمل واحدة ثانية انه مكان ثاني. فبنلاحظ انه في بدها بلين، فلو عملنا دبل كليك كتبنا كلمة بلين. اوكي، حطينا رايت كليك وكتبنا او ضغطنا على set one plane. هلا عشان نعمل هلا احنا بنقدر نختار ايش هي النقطة اللي بدنا اياها، من وين يرسم الشكل اللي بدنا اياه. هلا اذا حط كبسنا مرة، فبعدين نختار اللي هو نقطة او المحور السيني وين بدنا اياه. فاذا حطيتنا شفت هيك بعملنا اياه انه 90 درجة. بعدين نعمل شفت كمان مرة عشان نختار الصاد تك، وهذا بيطلع لنا اللي هي بولي ال plane بدنا اياها منطقة ثانية. فبس نعمل وصلة بينها وبين ال plane لهذا الشكل الهندسي، بيطلع لنا plane منطقة ثانية. اوكي، هلا في طريقة ثانية نرسم فيها ال plane. إذا عملنا كمان نسخة منها، ونعمل double click في ال plane، وبدنا نعمل plane جديدة. هلا في طريقة أسهل ممكن تعملوها بال perspective mode، إذا عملتوها بال top view كمان بيكون كتير أسهل من ال perspective. بس هيك نرسمها، نمسك الشفت كمان عشان تضل على 90 درجة، نرسمها كمان مرة، فبيكون بشكل أسهل ترسمه ال plane واصل طبعا مع بعض من إنكم ترسموها بال perspective يعني، لا أسهل شوي. فهلا 3 كتير، خلينا نعمل بس 2، وبنختار ال ellipse سوري. إليبس عبارة عن الدائرة اللي بدها اللي لها مركزين. اوكي، اللي هي إليبس اللي هو شكل البيضة. اوكي، فالإليبس هي هاي. اوكي، عشان نشوفكم مرة، هي هذا الشكل إليبس، أو إذا عملت دبل كليك وكتبتوا إليبس نفس الشيء. هلا الإليبس هو كمان نفس الشيء، نقطة الأصل هي اللي ببلش من عندها البلين. فعشان نعمل plane جديدة نفس الشيء، نعمل double click في plane، أو لأ مش plane، أنا سوري okay. هذا هو plane، ونعمل set one plane. okay. من ال top view أسهل، نكتب الشفت نختار plane. هلا لاحظوا لما ترسم ال plane ما بتقدر تحركوه، فانتبهوا كتير وين تحطوا ال plane تبعكم. اوكي، فعلا هدول 3 أشكال هندسية اللي بدنا نعمل منها ناطحة سحاب. طيب نلاحظ انه هذا البوليجون موجود من هون، هذا البوليجون موجود من هون. طيب نلاحظ انه ما ظل الجريد تبعنا لانه احنا رسمناه منطقة ثانية. اوكي، فهذا هو البوليجون اللي كتبنا عليه، هذا رسمناه، وهذا هو الشكل الهندسي اللي جوا. نفس الشيء للدائرة. هلا انا حكيت لما بدنا اي ديفينيشن ما بنعرف ايش معناه، بس بنحط الماوس فوق الاحرف الموجودة عشان نعرف ايش البيانات اللي بدي اتعبى فيها. فبلاحظ انه بده radius اللي هو نصف القطر،
والاس اللي هي السيجمنتس اللي هي كم طلع بدنا. هلا البوليجون هو عبارة عن مضلع، يعني فيها ثلاث أضلاع، رباع الأضلاع، سداسي الأضلاع، هكذا سداسي، يعني سداسي أو خماسي أو غيره. فعشان يعني هو زي هيك معناته بده أعداد. أوكي، نفس الشيء للفليب راديوس اللي هي الزاوية بين كل ضلع وضلع. فهلا بده أرقام، بده هلا الـ2 موجود أوريدي في نقطة الوصل، بده 3 أرقام. فسلايدر هي اللي بنجيب فيها الأرقام بجراف سطر. فهلا إذا عملنا إيديت وغيرنا بدنا إياها أكبر قيمة تكون 100 80. أوكي، هلا من 0 ل 8 بمعدل درجة واحدة، يعني إذا بدكم إياها أكتر درجة، إنه أكتر منزل، يعني 1 منزل 2 ولا 3 منازل، فإنه بعد 0 فنفضل يكون العدد صحيح. أوكي، هلا بدنا أكتر من رقم، 1 2 3، نعمل كنترول سي كنترول في كنترول سي كنترول في، هيك بيطلع لنا 3 أرقام. أوكي، فهلا إذا وصلنا كل أرقام، لو وصلنا رقم واحد، لو وصلنا واحدة من الأرقام لواحدة من المعطيات اللي بدنا إياها، نلاحظ إنه هذا بيتحكم بنصف القطر. أوكي، يعني إذا أنتم ما بتعرفوا إيش معنى الأي مثلا، وبس وصلت بس تعرف إنه بدها رقم، يعني هون طلعنا على شكل الشداسي الأسود مكتوبها في بوينت وان، يعني بده يدخل رقم فيها، فبنعرف إنه هذا أوكي هذا لنصف القطر. بس ظلنا هاي بهاي مثلا، بنلاحظ إنه هاي عم تلعب بعدد الأضلاع، يعني هيك صار شداسي لخماسي، هذا خماسي مثلا من رقم 5 كمان. أو إذا بدنا إياه يكون يعني عدد الأضلاع، مثلا بدي 3 مثلث، أو بدي 4 مربع، أو سداسي أو خماسي، فرح نختار خماسي هلا لأنه بفضل الشكل الخماسي. وهلا الزاوية بين كل ضلع وضلع بنلاحظ إنه مثلا هيك بيبين شكل أكتر، زاويها مش كتير حادة، يعني في زاوية شوي أنعم أو أقل حدة. أوكي، فهلا عنا هذا البوليجون وبدنا نعمل منه ناقصة سحاب. أول شي الخدعة في إنه نعمل ناقصة سحاب بجراس هوبر اللي هي الموف، اللي هي M O V، يعني نعمل دبل كليك، سوري M O V. فالموف بدك اللي هي جيومتري، اللي هي هاي، هذا هو الجيومتري أو الشكل الهندسي، والناتج بيجي عنا من الفي، بس طلع هيك إنه الناتج جيومتري اللي هو الشكل السداسي الأسود. إذا رحنا على البرامترز كمان مرة على الجيومتري بنلاحظ هذا هو شكل الجيومتري، أو لأ هذا شكل غريب. المهم هذا هو البوليجون أو الشكل السيستمي، بتوصل الفي مع الجي اللي هو الجيومتري المطلوب منه الجيومتري، والتي اللي هو الاتجاه الموشن أو الدايركشن أو الفيكتور. الاتجاه بدنا إياه يكون بالمستوى العين أو اتجاه العين. فإذا حطينا على زي اللي هو نفس العين وصلناها، بنلاحظ إنه صار إشي. أول إشي الموف هون غير عن الموف اللي بالبرامج الثلاثية الأبعاد الثانية زي سينما 4D أو 3D ماكس أو رينو أو أي شيء، أو سكتش أب حتى. الموف معناها إنه تحرك من منطقة من نقطة لنقطة، بس الموف الموجودة بجراس هوبر بتعمل نسخة من من الإشي اللي أنت تبغى تعمل له موف، يعني دائما بضل في ريفرنس، في مرجع للموف الموجود. فدائما بيكون الأصل الموجود أو المرجع موجود، وهي البوليجون، والموف اللي هو النسخة إنه مرفوع عنها، النسخة المأخوذ منها البوليجون. أوكي، فهلأ غير الموف، أوكي هلأ هيك زي عملنا طابق طوله متر، ما مش نقطة سحاب، نقطة سحاب فيها 50 طابق. فالإشي التاني لازم تعرفوه اللي هو السيريز، SERIES. هلا السيريز هي اللي بتعمل لكم عدد الطوابق وارتفاع كل طابق. هلا اوكي، فلو إذا وصلنا الاس مع الفي بنلاحظ انه باي ديفولت في عنا عدد طوابق معينة موجودة اوريدي، وارتفاع كل طابق، وارتفاع والبعد بين كل شكل هندسي وشكل هندسي ثاني. هلا مثلا انا ما بدي هيك، انا بعرف انه بدي اياه
40 طابع وكل طابع 5 متر مثلا أو 3 متر. فعشان نعرف مين لمين تقدروا تعملوا إنه تحطوا الماوس فوقيها، تعرفوا ال start مثلا first number of the series، ال n كم step فيها، وال c مثلا كم. نفرض إنه مثلا ما بعرف إيش الفرق بين c و n، فبنعمل زي التجربة، نمسح واحدة من هدول السلايدرز كنترول سي كنترول في، أوكي ناخد نسخ تاني. فهلا مثلا نوصل هاي مع ال n، نوصل هاي مع السي. هلا بنلاحظ انه اوكي 3 في 3 ما رح يفيدنا كثير. اذا عملنا هاي مثلا، اذا حركنا هاي مثلا بعدنا شوي بالرامة، نلاحظ انه هذا اللي بيلعب بالارتفاع. بعرف انه هذا هو ارتفاع بين كل شكل هندسي مهندسي، بعرف انه هذا ممكن يكون ارتفاع الطابع. هذا نفس الشيء مثلا، اوكي هلا عم بلعب بعدد الطوابع، مثلا هيك صار 13 طابع، هيك صار 10 طوابع، 8 طوابع، اوكي. فهلا انا شو هعمل بالـ40 لانه شوي كبير. احكي انه بدي 15 طابع، فكل طابع 5 متر، 4 متر، لا 5. لازم تلاحظوا انه شوي احيانا صعب تحركوا او توصلوا لـ5. فاذا عملتوا بس دبل كليك على رقم تقدروا تغيروها من تكتبوها بس تكتبوا رقم 5 فيها، بتطلع بسهولة أكثر إنك تختاروا رقم 5 بالسلايدين، أوكي؟ وهيك صار عنا 15 طابع، ارتفاع كل طابع 5 متر. هلا هذا شكله مش مظبوط، يعني لو عملنا له بيكينج يعني حيكون عنا بس عبارة عن خطوط هندسية بينهم ارتفاع معين. فاحنا هلا بدنا شيء نكون سطح بين انه كل زاوية، زاوية مثلا من الأرض والسقف تبع كل طابق وطابق. فهذا بنعمله انه نكتب كلمة surface SURFACE. إذا وصلنا ل G مع surface بنلاحظ انه كل طابق فيهم صار إله أرض، اوكي. هذا كتير مهم وكيف يعني. هلا غير هيك لازم تعملوا كمان الواجهة أو الفساد تبعها. الفساد هو اللوفت، اوكي، اللي هو ال او اف. انا بعرف انها كثير معلومات صراحة one tutorial، بس اذا تبعتوا يعني مع التعويض بيصير الوضع شوي اسهل. هلا اللوفت اذا وصلتوها مع الجي الجيومتري بتلاحظوا انه طلع اللي هي الفساد اللي حوالين كل مجسم. هلا اللوفت هو هشرح عنه بطريقة تانية بالضبط ايش هو اللوفت، بس اللوفت بشكل عام انه بين كل مثلا عندنا هذا الشكل الخماسي والشكل الخماسي هذا، وعملنا لوفت بين هذا الشكل الخماسي وهذا الشكل الخماسي، رح يعمل زي سطح بينهم الاثنين انه بحيط فيهم من جوا، لا من جوا من برا، اوكي. هلا حاليا هي بس انه كون عبارة عن سطح بين كل الأشكال الخماسية اللي عندنا، إنه حاط فيهم كلياتهم. فهي بس إنه بشكل عام كيف تعملوا. الحلو بهذا الإشي بكراسابر، لو عملتوه ببرنامج تاني لازم تمسحوا كل طابع لحاله. يعني مثلا عملت هالطابع مثلا ناطح سحاب خاصة، بتلاقي إنه طوابع شوي بيشبه بعض بالكنات، فمثلا بدي أنسخ هالطابع عن هالطابع وأنسخ هالطابع 40 مرة، رح ياخد معي 3 ساعات أو ما بعرف ساعتين حسب. فإذا عملنا جراس هوبر انتبهنا إنه ما أخذنا أكثر من دقيقة أو دقيقتين، كثير سهل حتى نغير. مثلا إذا الدكتور حكى لنا إذا أخذ إشي بالجامعة حكى مثلا بدي أخلص غير رأيي، ما بدي 15 طالب، بدي 40 عادي، ولا يهمك هي 40، أوكي. أنا دبل كليك عليها مثل 40، لاحظ صار إنه ما بتسحب فيها 40 طابق. أو مثلا حكى لا خلص بديها 10 كمان مرة، فما بنزعل كثير يعني انه اغير المقاسات. حتى اذا حكى بدي شيء 5 متر، هي 3 متر، فهي لعبنا فيها. مثلا حكى 3 متر ونص، اذا كبست كليك حطيت ادت غيرت مثلا كمان منزلتين، طبعا 3 ونص، حط اوكي، عملت دبل كليك كتبت 3.50، كان 3 ونص. فهيك بنلعب كثير بالمقاسات، ما بتحسب. حتى اذا حكى ممنوع تستعملي الأشكال الخماسية فيها مربعة، إذا بتتذكروا هون مثلا عدد الأضلاع كانت الـ S،
فنبدأ نختار 4 ويصير عنا مربع، نفس الشيء مثلث. طبعا 2 ما بصير لأنه بطل عنا أضلاع. عملناها أكثر دائرة، تقدر كثير مرن يعني البرنامج، تقدر تعمل كثير أشياء. فمثلا اوكي، هلا انا عملت كل هذا الاشي هون وبدي اياه موجود اللي هو الشكل البيضوي والبوليجون الثاني. هلا البوليجون الثاني ما عملنا فيه كثير اشياء، ف خلينا بس نعمل نحط ارقام جديدة على البوليجون الثاني. فمثلا بدي هون يكون مربع، نحط 4. هلا في طريقة تانية ممكن ندخل فيها الأربعة هون، بس دبل كليك تحط 4، صار لكم رقم 4 كمان. فاين كيف كم طريقة كيف تعملوا 4، تحط رقم 4 على السلايدر. غير هيك ممكن نعمل أكتر شوي ونخلي زوايا حادة. لا مش يا خلي زوايا حادة. فمثلا عملنا هذا البوليجون، وخلينا كمان نغير في الإليبس مثلا. وتلاحظ انه دائما هو الاساس اللي بتلعب فيه اكثر شيء، بعدين خلص يعني بس تحطوا موف، تحطوا سيريز، تحطوا لوفت، يعني هي بس 4 3 خيارات وتطلع معكم من مطبخ صحاب. فمثلا بالإليبس بده راديوس ون راديوس تو. هلا الشكل البيضاوي دائما فيه مركزين للدائرة، اوكي، عشان هيك يطالب نص قطر الأول نص قطر الثاني. فمثلا حطينا ابن كذا، اوكي، حطينا أرقام. هلا ايش الأرقام بختارها؟ يعني مش ضروري تكون بالضبط، يعني الأشياء الأرقام اللي بتريحكم هي الأرقام اللي بتحطوها بشكل هندسي تبعكم، اوكي. فهذا المربع شو كثير صغير. هلا عنا هذا الشكل الأساسي وهذا الشكل الأساسي، وبدي نفس دول موجودين هاي الأشكال. فأنا ما في داعي أصنع جديد، بقدر بس أعمل كوبي لإلهم وأعرف بالضبط كيف أوصل. يعني مثلا هون بنتبه إنه هاي البوليجون مثلا فيها 3 خيارات، هي نفسها هاي فيها هاي الخيارات، نفسها هاي نفسها فيها هدول الخيارات، بس بحط كنترول سي وكنترول في بوصل زي ما وصلت. يعني وصلت هون الجي مع البي هاي، معناته بوصل الجي مع البي هاي طلع لي ناطق السحاب الثاني، اوكي. نفس الاشي مثلا عملت كوبي، وصلت الجي مع الاي، هيك بيطلع لنا اللي ناطق السحاب للشكل الفضلي. سوري كتير اذا كنت شوي سريعة بهذا التوتوريال، بس حبيت كتير اعرفكم على كيف تعملوا ناطحات سحاب. سوري، ناطحات سحاب بشكل سريع في جراسهوبر، لانه أكثر استعمال الجراس هوبر لطلاب العمارة هي ناطحات السحاب. على الأغلب يعني شيء مفيد كثير ناطحات السحاب، كثير سهل وكثير ممكن تفيد يا سريع كثير. يعني ليش أعمل 40 طابق برنامج تاني بقدر أعمله هون 5 ثواني، برنامج تاني بتاخد ساعات. anyways شكرا كثير، إن شاء الله ما طولت عليكم، بشوفكم الفيديو الجاي.